النهارده المحاضرة رقم 9 في برنامج برنامج الماجستير في التسويق الرقمي كورس ديجيتال كونسيومر بيهيفير. أنا دكتورة نهى الأسود المحاضر للمادة دي. إحنا اتعودنا بقى إن الكتاب بتاعنا اسمه Buying, Having and Being Consumer Behavior, ده التين إديشن للكاتب مايكل سوليفان. الليكتشر النهارده هتاخد بارت كبير جدا ومن البارتس المهمه في تشابتر 2. فاحنا زي ما تعودنا ان احنا التشابتر اوبجكتيفز يعني هريناها بحثا بقى, اللي بتتكلم على الايثيكال بزنس از جود بزنس, ازاي الايثيكال بزنس بتيرن اس ماني ات ذا اند اوف ذا داي, ازاي بنكسب من ورا الاخلاق في التجاره في البيزنس بوجه عموم فلوس, وازاي الواحد لما يشتغل باخلاق الموضوع ده في الآخر بيتحول لفلوس خصوصا في الماركتينج. طيب كمان اتكلمنا عن الماركتيرز have an obligation to provide safe and functional products as a part of their business activities, واتكلمنا عن الالتزام المعنوي اللي بيبقى على المسوق ان هو يعني يقدم منتجات وخدمات آمنة وتكون اللي هو وعد دي في حملاته التسويقية من مميزات موجودة في هذه المنتجات يفي بيها, ويكون المنتجات فعلا فيها هذه المميزات, ما يكونش يقول كلام مش حقيقي أو بيكون بيكذب عشان يسوق البرودكت أو السيرفيس بتوعه. واتكلمنا إزاي الـ consumer behavior بي impacts directly on major public policy issues that confront our society, وهنكمل كلام عليها شوية النهاردة. وهنتكلم كمان عن الـ consumer behavior إزاي كان be harmful to individual and society. الجزء الثاني فلاتشر اوبجكتيف, احنا اتفقنا لما يبقى فيه علامه واحد على واحد او واحد على اثنين يبقى فيه تو سلايدز, فلاتشر اوبجكتيف خدنا اول سلايد فيها, دي ثاني سلايد فيها. طيب عندنا هناخد بارت 2 ليرنينج اوبجكتيف 3 ان شابتر 2, ده بيتكلم على الكونسيومر بيهيفير امباكتس دايركتلي اون ميجر بابليك بوليسي ايشوز ذات كونفرونت اور سوسايتي. هيتكلم ازاي الكونسيومر بيهيفير بيأثر على حاجات كتيرة قوي في المجتمع بتاعنا. هنتكلم عن ايه هو الماركت اكسس, هنتكلم يعني ايه ليتريسي, يعني ايه ميديا ليتريسي, يعني ايه فانكشنالي ليتريت, وبعد كده هناخد حاجة اسمها السستينابيلتي اند انفايرمنتال ستيوردشيب, وهناخد بقى في التفصيل ايه هي السستينابيلتي وايه هو الجرين ماركتنج اند الجرين ووشنج. كمان هناخد بارت 1 الليرنينج اوبجكتيف 4 اللي هو بيتكلم على الكونسيومر بيهيفير كان بي هارمفول تو انديفيديوال اند سوسايتي والدارك سايد بتاع الكونسيومر بيهيفير, وهنتكلم عن الادكتيف كونسبشن والكمبيولوسيف كونسبشن والكونسيومد كونسيومرز. اول حاجه النهارده هناخدها هي ايه الماركت اكسس. Many of us take for granted that we are free to shop anywhere we want or that we can easily learn about our purchase options. Everything we need is just a click of a mouse away, right? كلنا فاهمين ان احنا نقدر نشتري اي حاجة احنا عايزينها او نعمل سيرش على اي حاجة احنا عايزين نعمل سيرش عليها. حقيقي الكلام ده؟ للأسف الكلام ده مش حقيقي, لان في large numbers of people can't make this claim. في ناس كثيرة جدا ما تقدرش تعمل ده. في ناس كثيرة موجودة في حتة نائية ما عندهاش انترنت اكسس, ما عندهاش سوبر ماركتس, ما عندهاش السلع اللي موجودة عندنا. في ناس ديسابيليتي عندها اعاقة ما تمنحها انها تروح الماركت. في ناس عندها مشكلة في انها حتى ما عندهاش فلوس انها تشتري الحاجات دي حتى الحاجات دي متاحة. في سوشيال باريرز, في مناطق عندها بعض القناعات اللي بتخلي مثلا تحرم الستات او تحرم الرجاله من هم يشتروا بعض البرودكتس او السيرفيس, ان ده بالنسبه لهم بيبقى شيء منافي لاخلاقيات المكان اللي هم فيه. فبالتالي الماركت اكسس ده مش حاجه متاحه لكل الناس, مش كل الناس عندهم هذه الرفاهيه. فلو احنا عندنا هذه الرفاهيه فلازم نحمد ربنا ونكون grateful جدا ان احنا نقدر نشتري اللي احنا عايزينه وقت ما بنعوزه, ونقدر نسيرش على البرودكت والسيرفيس اللي احنا عايزينها وقت لما بنعوزها. عندنا حاجه اسمها الميديا الليترسي
والميديا ليتراسي. الميديا ليتراسي ريفيرز تو كونسيومرز ابيليتي تو اكسس انالايز ايفالويت اند كوميونيكيت انفورميشن ان ا فرايتي اوف فورمز انكلودنج برنت اند نون برنت مسجز. يعني ايه كلمه الميديا ليتراسي؟ يعني الكونسيومر عنده القدره على انه يوصل للمعلومه ويحللها ويقيمها وممكن كمان ياخدها يديها لحد تاني بطرق عديده، والمعلومه دي تشمل البرنت المعلومات المطبوعه والنون برنت يعني المعلومات الموجوده اونلاين او موجوده في التلفزيون او في الراديو او وات ايفر هي فين. فبالتالي حضراتكم لازم تعرفوا ان احنا عندنا حاجه اسمها الميديا ليترسي. طيب الميديا ليترسي دي بقى empowers people to be both critical thinkers and creative producers of an increasingly wide range of messages using image, language and sound. يعني ايه؟ يعني الميديا ليترسي دي بتخلي عندك القدره على انك تفكر بطريقه نقديه، تقدر تفهم الكويس من الوحش، ان انت عندك القدره على انك تقرا المعلومه وتحللها، مش مجرد متلقي للمعلومه بتصدق اي حاجه بتتقالك، لا تقدر تفكر ايه الصح وايه الغلط وايه اللي اتقالك صح وايه كذب في الكلام ده وايه اللي يدخل عقلك وايه اللي ما يدخلش العقل وايه المنطقي وايه الغير المنطقي. عندك القدره على الكريتيكال ثينكر، وعندك كمان هتبقى كرييتيف بروديوسرز للانفورميشن. انت ممكن من المعلومات اللي تجمعها تطلع بحقيقه مختلفه محدش يعرفها، و انت تقدر تتعامل مع مسجز كتيره اللي هي الايمج واللانجوج والساوند. يعني اي مسج ممكن تجي لك، سواء بقى رساله تسويقيه عن طريق رساله جايه على الموبايل، قريها في التلفزيون، شفتها على الانترنت، جات لك في ورقه بروشور، بلانجوج مختلفه مثلا باللغه الانجليزيه فور اكزامبل، الساوند تقدر تتعرف عليه وهكذا. طيب this movement reminds us that we are bombarded with thousands of messages every day that espouse a particular point of view or try to persuade us to buy this or that. يعني ايه؟ الفيو دي بتفهمك او يعني بتحط السبوت او بتحط الضوء على ان احنا طول النهار حوالينا مسجات تسويقيه من شركات كتيره جدا، احنا طول النهار بنتعرض لاعلانات، والاعلانات دي بتحاول تخليك تقتنع بوجهه نظر المعلن بانك تشتري البرودكت او السيرفيس بتاعه. فلو انت عندك ميديا ليترسي وعندك القدره على الايفالويشن، عندك القدره على انك تاناليز، انك تحلل وتقيم، وتقدر تفهم اللي من ورا الكلام ده، فانت بالتالي مش هيحصل لك الفرود او التدليس او الاحتيال اللي ممكن يحصل له الواحد تاني ما عندوش هذه القدره من الميديا ليترسي. طيب it is our job to critically evaluate this information and not everyone has the skills to do that. يبقى احنا كماركتير كمان يعني ما يبقاش بقى باب النجار مخلع. احنا عندنا في مصر مثلا كده يقول لك باب النجار مخلع. يعني ايه باب النجار مخلع؟ يعني اللي عنده المهنه او السكيلز المهاره اول واحد بيضحك عليه، اول واحد يعني النجار ده اللي بيصلح النجاره للناس بابه هو فيه مشاكل، يعني ما عملش بنفسه. فانت كماركتير المفروض ما يضحكش عليك، يعني انت المفروض كماركتير يبقى عندك الميديا ليتريسي، عندك القدره على الانالايز والايفالويشن والكلام ده، محدش يقول لك كلام مش حقيقي ويضحك عليك، محدش يبيع لك كلام مش مظبوط، تقدر عندك القدره على التحليل والنقد البناء طبعا. فبالتالي لازم احنا اتس اور جوب بقى كماركتيرز ان احنا كريتيكلي ايفالويت الانفورميشن، نتاكد من صدق المعلومه، ومش كل الناس عندهم هذه القدره والمقدره، بس لازم انت كماركتير يكون عندك هذه المقدره. طيب this task is even more difficult in the age of Google where many of us assume that whatever comes up in Google search or Wikipedia is completely true and accurate. ودي كنا لسه بنتكلم فيها قريب في الاوفيس اورز، لو حضراتكم بتحضروا في الاوفيس اورز، يا ترى جوجل او حتى الشات جي بي تي او وات ايفر اي سورس اوف انفورميشن، الكلام اللي فيه ده كلام كومبليتلي ترو اند اكيوريت حقيقي؟ لا طبعا، مفيش حاجه في الدنيا تقدر تقول عليها ترو اور اكيوريت الا لو اتاكدت من اكتر من مصدر ومن اكتر من مصدر موثوق. فمش معنى ان انت عملت سيرش على جوجل وطلعت لك حاجه يبقى هي دي مظبوطه وان هي كلامهم مظبوط، لا 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 لا، شغل دماغك من فضلك، ما تخليش حد يلعب في دماغك. انت not by a long shot as the tried but true phrase says David Amputor let the buyer beware. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
حضرتك لازم تبقى فاهم طول الوقت ان ميبي يكون في ناس عايزه عشان تسوق البرودكت او السيرفيس بتاعتها، فهي تقول فيهم صفات مش موجوده، او ان هي تتلاعب وتعمل مانيبيليشن بعقل الكاستمرز، او ان هي حتى ممكن تشغل بلوجرز عندها يدخلوا يحطوا على جوجل، او تعمل زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت الاس اي او بتاعها، او الام الام ايه ام اي او بتاعها برضو. والاثنين دول قلنا تفسيراتهم في الاوفيس اورز، بس احنا ممكن نتكلم فيهم على عجاله، ان هي دي طريقه انها تخلي تكتب على كي ووردز معينه على جوجل، فجوجل يقراها فيطلعها في الفيرست ريزلت في السيرش انجن، وبالتالي تقول كلام مش موثوق وانت تصدقه ككاستمر، انت لقيتها طلعت لك في الايه في الفيرست اول اختيار جالك في جوجل مثلا او تاني اختيار، وهي بتبقى دافعه فلوس عشان ده يحصل مش عشان خاطر هي بتقول كلام موثوق. فانت لازم تبقى فاهم ومتاكد ان انت الشخص المسؤول عن التاكد عن صدق المعلومه اللي انت بتقراها او بتسمعها، فلازم تتاكد من اكتر من مصدر، ومش اي كلمه تتقال لك تصدقها. طيب ايه كمان؟ ميديا ليتراسي يعني الثقافة الإعلامية، ودي معناها إن حضرتك أو حضرته عندكم القدرة على التمييز بين المعلومة وتقييمها وتحليلها، وتقدروا تعرفوا الكذب من الحقيقي. طيب الفانكشنالي إليتريت يعني الأمية الوظيفية، يعني إيه الكلام ده؟ الأمية دي يعني حد جاهل لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب يعني. This term describes a person whose reading skills are not adequate to carry out everyday tasks. يعني دي بتشرح البني آدمين اللي ما عندهمش مهارات في القراءة تقدر تخليهم يقدروا يتحركوا في يومهم بشكل طبيعي. زي إيه؟ زي هم ما بيعرفش يقرأ النيوز بيبر ولا بيعرف يقرأ الانستراكشنز اللي على علبة الدواء. طيب ده يفرق معانا في ايه في بالنسبه ل الكونسيومر بيهيفير؟ لا يفرق جامد جدا. الشخص الامي او اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب او مهاراته في القرايه مهارات متواضعه جدا، الشخص ده مش هيبقى عنده القدره على انه اصلا يفرق، لان هو ما عندوش القدره على القرايه. احنا جزء كبير من انت تقدر تعرف المعلومه وتعمل اناليسز ويت ايفالويت انك بتقرا من اكتر من سورس، انك عندك القدره على القراءه. طب لو ما عندكش هذه القدره دي مشكله كبيره جدا. طيب this limitation embeds market access for couple of reasons. دي بتعمل مشكله في دخولك للماركت، ان انت يبقى عندك قدره على انك تدخل الماركت. First the illiterate or low literate consumer is at a disadvantage because he or she encounters difficulty in learning about the best purchase options. اول حاجه الناس دي عندها مشكله في دخول الماركت. ليه؟ نمبر 1 هم ما بيعرفوش يقروا، فبالتالي مش هيعرفوا ان في اوبشنز احلى من اللي هم رايحين يشتروه. يعني نفترض جدلا ان هو رايح يشتري ثلاجه وعارف ان ثمنها 10,000 جنيه، المحل اللي جنبيه كاتب ان الثلاجه دي ب 7,000، هو مش قادر يقرا مش عارف الفرق، فبالتالي الماركت اكسس عنده بعافيه شويتين. ليه؟ هو عارف يدخل السوق بس مش عارف يختار البضاعه اللي تناسبه. فهو بالتالي الليترت او اللو ليترت ده عنده ديس ادفانتج لانه مش عارف يقرا. طيب ايه كمان؟ second this person may experience feelings of shame and embarrassments. ده هو في حاجه اكبر كمان، هو ممكن كمان ينفي ان هو ما يعرفش يقرا ويكتب. يعني ممكن الواحد مثلا كتير بيقابل ناس كبيره في السن يقول لك معلش يا ابني او يا بنتي ممكن تقري لي ده، في واحد تاني يتكسف ان هو يقول لك اقرا لي. ففي الحاله دي هو هيعمل نفسه فاهم وهو اصلا يعني ما عندوش المعلومه، فممكن يبقى الراجل اللي جنبه يقول له خلي بالك انت بتتخم، المحل ده بيبيعها ب 10,000 التلاجه، المحل اللي جنبه ب 7، يقول له لا 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 انا قاري انا شايف، انت فاكرني ما بعرفش اقرا؟ هو يا عيني ما يكونش بيعرف يقرا بس مكسوف. experience feelings of shame and embarrassment، حاسس بالكسوف والخجل. and avoid market solution where she or he will be forced to reveal the inability to read a label or other written materials. هيتجنب اي موقف يخليه يفصح ان هو ما عندوش القدره على القراءه
او على انه يفرق الحاجات من بعضها، فدي هتبقى مشكله اكبر. Some of these people whom researchers term social isolates cope with the stigma of illiteracy by avoiding situations in which they will have to reveal this problem. They may choose not to eat at a restaurant with an unfamiliar menu for example. يعني ايه بقى؟ الناس دي بتعزل نفسها اجتماعيا لان هو خايف من ان يتحرج من ان الناس تعرف انه ما يعرفش يقرا ويكتب، لدرجه ان مثلا على فكره دي ممكن بتلاقوها في الناس الكبيره، ما يكسفوا يخرجوا معانا في المطاعم اللي هي الشبابيه شويه، ويقول لك يا مثلا تسال حد يقول لك لا يا ابني انا ببقى مكسوف مش عارف انتوا بتاكلوا الكومبوننت بتاعت الاكل بتاعكم دي غريبه، وبتكسف اسال مثلا، بتكسف اسال فما باكلش. او تبقى عازم مثلا حد سنه كبير شويه على مطعم فيه سوشي مثلا، وتلاقيه قاعد مكسوف كده ومش بياكل، تقول له ليه؟ يقول له انا مش فاهم ايه نوع الاكل ده، ومش فاهم احط ايه على ايه، فاتكسفت فقلت انا شبعان مش عايز اكل. ده بيحصل كتير. فالفانكشنلي الليترت ده هو ما بتبقاش المشكله في انه يعني عنده ما بيعرفش يقرا ويكتب، ممكن يكون كمان ان هو مش فاهم الموضه اليومين دول ايه، مش فاهم الترندز ايه، ما يعرفش ايه اخر حاجه، والدنيا بتتغير بسرعه. ممكن يكون حد قديم سنه بيعرف يقرا ويكتب، بس هو مش فاهم الترندز الموجوده ايه، فبرضه بيبقى عنده نفس الاحساس بتاع اللي هو عنده الاميه الوظيفيه دي. فبالتالي احنا لازم نبقى فاهمين واحنا بنتعامل مع هذا النوع ان النوع ده سهل جدا يتم، وده عنده مشكله كبيره في الماركت اكسس، ما بيقدرش يدخله، لان هو الماركت اكسس معناها ان انت عندك القدره انك تدخل الماركت، عندك القدره على انك تميز المنتجات وتعرف الاوفرز المناسبه ليك وتختار الحاجه المناسبه وتطلع، مش تدخل تاخد الموجود وخلاص. طيب sustainability and environmental stewardship، يعني ايه sustainability؟ يعني الاستدامة، والستيوردشيب يعني الوكالة، فهو المعنى بتاعتها الاستدامة والتغيرات اللي بتحصل في الطبيعة بسبب الظروف الخارجة عن الإرادة. يعني almost everyone today is concerned about saving our planet, worries about climate change, enters species going in extinct, widespread exposure to carcinogens and harmful bacteria and many other issues are front and center. يعني ايه الكلام ده كله بقى؟ يعني النهارده عندنا مشكله كبيره قوي ان الناس بقى اهتماماتها، يعني من 10 سنين كده، 10 سنين او 5 سنين قبل الكورونا، قبل الكوفيد 19، الناس كانت مهتمة بالتغير المناخي بس عادي، يعني زي ما بنتكلم كده في ثقب في طبقة الأوزون وخلصنا، ما يعني مش مركزين، يعني مش مهتمين، بيتكلموا مثلا كأننا بنسمع نشرة أخبار. النهاردة الشركات كلها بتتكلم في كلايمت تشينج، بتدور على سولوشنز حقيقية، الناس كلها بتقول لك احنا هنبطل نستخدم الوقود الأحفوري كمان 5 6 سنين بالكتير، لازم يكون عندي بديل، لازم استخدم الطاقة الشمسية، لازم لو أنا دولة على بحر استخدم طاقة الأمواج، لو أنا دولة الشمس فيها عالية استخدم الطاقة الشمسية، دولة فيها هواء استخدم الطاقة بتاعة الهواء. الناس كلها بقت بتدور على مصادر الطاقة النظيفة، بيتكلموا على في أنواع كتيرة من البكتيريا بقت مضرة جداً وبتسبب مشاكل، زي كده ما شفنا في الكوفيد 19 لما قالوا العفن سبب موت للناس، واحنا عمرنا كله لما كنا بنشوف مثلا العيش العفن الاسود اللي عليه او وات ايفر، عمر ما الناس خافت منه، بقى في رعب شديد من ده لان في ناس توفت منهم، مثلا سمير غانم الممثل اللي توفى بسبب العفن ده، البكتيريا دي عملت عفونة في الخلايا وتسببت في الوفاة بسبب الكوفيد 19 وافتر الكوفيد 19. فاحنا بقى عندنا حاجات كتيرة انت كمستهلك بقيت بتبص لها بنظرة مختلفة جدا، وبقيت بتهتم بيها رغم انت كنت من 5 سنين والله ولا بتيجي في دماغك،
ليه؟ لأن الدنيا اتغيرت جدا، ولأن احنا بقينا حاسين إن أي كارثة طبيعية بتحصل في آخر قارة في العالم بتأثر فينا. يعني أنا فاكرة إن ساعة حرائق الغابات اللي كانت في أمريكا، كان كل الكوكب بيتكلم إن الناس لازم تزرع شجر تحت بيتها عشان نقص الأكسجين اللي هيحصل من حرائق الغابات في أمريكا اللاتينية هيأثر على الكوكب ككل، فإحنا لازم نقلل الآثار، نعمل ميتيجيتنج لل consequences، يعني نقلل الآثار اللي هتحصل من قلة الأكسجين وإلا هنتخانق. إحنا بقى حاسين إن إحنا كلنا في مركب واحدة، وإن أي خطر عند أي حد هيأثر علينا كلنا. وده بقى إحساس من يعني بقى متصاعد جدا من بعد COVID-19، من بعد ما الدنيا كلها قفلت مع بعض وفتحت مع بعض، والكل بقى خايف، والكل بقى عنده كارانتين والحاجات دي كلها، فالناس كلها بدأت تقلق جدا. فدي حاجة جديدة بقت موجودة في سلوك المستهلك، إنه بقى مهتم بالsustainability والenvironmental stewardship. طيب some solutions are no brainers. يعني إيه بقى؟ Unilever launched a campaign on Facebook and YouTube tied to its Axe brand to encourage reduced usage of hot water. The shower pooling campaign asks fans to take a pledge to share a shower with a like-minded acquaintance or attractive stranger. إيه الكلام الكبير ده بقى؟ يونيليفر قالت إيه؟ دلوقتي إحنا لما المية بنسخنها عشان ناخد بيها شاور، مش هتسخنها بالسخان الكهربائي، فإحنا هنا بنستهلك وقود أو بنستخدم طاقة كهربائية، واستخدام الوقود والطاقة الكهربائية بيزود في مشاكل التغير المناخي. طب لو خدنا شاور بحمام بارد، إيه اللي هيحصل؟ هنقلل حجم كبير من الطاقة، لأن الطاقة دي شوف بقى كام واحد على الكوكب ياخد الشاور من غير بميه ساقعه، من غير ما يسخنه، فقد ايه طاقه احنا بنوفرها. فهنوفر طاقه من ما فيش. فعملت حمله بسيطه جدا ووفرت طاقه كتير قوي، ومش محتاجه لتفكير عميق. قالت للناس احنا عايزين نعمل حمله بتاعه ايه، الشاور بولينج، ان ناخد الشاور بتاعنا من غير ما نسخن الميه. ولو انت شايف ان الكلام ده تمام، يا ريت تشير المعلومه دي مع حد من صحابك. يعني مثلا انا اجي اقول لكم يا جماعه احنا هنعمل حمله ان ما حدش فينا يستخدم السخان الكهربائي، لا في الوضوء ولا في الشاور، مش هنستخدمه غير في الضروره القصوى، مثلا لو عندنا طفل او حاجه مش هنستخدم الميه الساقعه. طب يا جماعه الميه ساقعه قوي، معلش ما نستخدمها بدل ما يحصل تغير مناخي ويحصل زلازل او يحصل فيضانات او. فلا احنا هنبطل ده، والميه الساقعه مفيده جدا كمان، وهتخلينا ما ناخدش برد، وهنقلل اصابتنا بالبرد والكوفيد 19، لان هتخلي الجسم ما يحصلوش التشورت بتاع السخن والساقعه في الشتاء. ويا ريت نشارك المعلومه الجديده دي مع زمايلنا، كل واحد يقول لاسرته ولاهله ولاصحابه يعملوا كده عشان نوفر في الطاقه. فكميه التوفير دي هتبقى هي دي الكامبين، دي فكره الكامبين، فكره بسيطه وسهله جدا، وهدفها كان السستينابيليتي، توفير الطاقة. طيب of course this trivial approach to a big problem but real solutions are a huge priority for many individuals and organizations. الحل البسيط اللي احنا ممكن نشوفه تافه قوي ده هو حل المشكلة كبيرة جدا، تقليل استخدام الطاقة. طيب بس تقليل استخدام الطاقة ده مشكلة كبيرة جدا وفيرست برايورتي للحكومات والأفراد، لأن تقليل استخدام الطاقة ده شيء مهم جدا. تعالوا نتكلم إن العالم فيه ريسيشن وفيه مشكلة في إن الناس مش قادرة تدفع فواتيرها، فأنا قلت للناس على طرق بسيطة تقلل من دفع فواتير الغاز أو فواتير الكهرباء، فده برضو هيخليهم يعني هتخلي عيشتهم أفضل. A sustainable business model is not just about do gooder efforts
that reduce a company's carbon footprint or the amount of plastic that goes into landfills. يعني ايه كده الكلام ده؟ السستينبل بيزنس موديل عباره عن ايه؟ ان الشركه البيزنس بتاعها، اي شركه عندها حاجه اسمها بيزنس موديل، خريطه كده بتقول هي هتجيب فلوسها منين وتصرفها على ايه وهتكسب كام في الاخر. لما نيجي نحط السستينبل في البيزنس موديل، يعني معنى كده ان انا بحط في البيزنس بتاعي، في الموديل بتاعي، ارباحي وخسايري ومصادر دخلي، لازم افكر في الطاقه اللي انا بستخدمها او المصادر بتاعتي، المواد الاوليه بتاعتي اللي انا بجيبها من الطبيعه حواليا، لازم استخدمها بطريقه لا تضر الطبيعه ولا تضر بالانفايرمنت اللي انا عايش فيها. فبالتالي السستينبل بزنس موديل مش عمل خيري ان انا دو جودر سينجس وخلاص، لا، ولا اني اقلل الكربون فوت برينت. ايه هو الكربون فوت برينت؟ كل واحد فينا ليه حاجه اسمها كربون فوت برينت، اثاره يعني يعمل اثار من الكربون على الكوكب. ايه؟ مش حضرتك بتتنفس بتاخد اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، ده كربون فوت برينت. مش حضرتك راكب عربيه والعربيه دي بتهلك بنزين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون في الهواء، ده كربون فوت برينت. مش حضرتك بتشغل البوتاجاز والبوتاجاز ده غاز طبيعي ما بيتحرق بيطلع ثاني اكسيد الكربون، ده كربون فوت برينت. مش حضرتك عندك غاز طبيعي او كهرباء والكهرباء نفسها شغاله على البترول، البترول بيولده منه الكهرباء، فدي كربون فوت برينت. فانت حضرتك ليك كربون فوت برينت، ليك اثار من الكربون على الكوكب. طيب كل شركه بتحاول تقلل اثارها من الكربون على الكوكب ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون لما هيزيد لمرحله هنتخنق يا جماعه، ما هو الجو اكسجين وثاني اكسيد الكربون، لما الكربون فوت برينت بتاعنا يزيد قوي الاكسجين هيقل قوي، فاحنا بنخنق نفسنا وبنخنق النباتات وبنخنق الحيوانات، بندمر الكوكب. فكل الشركات النهارده بتفكر how to reduce الكربون فوت برينت بتاعها. طبعا كمان الاماونت اوف بلاستيك، لان البلاستيك ده كارثه، اللي هو بينزل ويدمر الثروه الحيوانيه سوري الثروه السمكيه اللي في المحيطات، ويدمر النظام لان انت انت الحاجات اللي في المحيطات انت مش شايفها، بس ده نظام بيئي متكامل، فلما بيتدمر كل حاجه بتتدمر حواليه. ف انديد بقى باختصار كده، اباوت من 6 ل 10، من 6 من كل 10 شركات ذات converted to a sustainable business model reported that they have profited financially as well. يعني ايه؟ بيقول لك اوعى تفتكر الشركات بتعمل الكلام ده عشان سواد عيون السستينابيلتي ولا عشان هم بيحبوا الكوكب، لا 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 لا، ده من كل 10 شركات اشتغلوا في السستينابيلتي 6 منهم قالوا عملوا ريبورتات. ريبورتات يعني قالوا الكلام ده بتقارير، يعني ممكن الاربعه التانيين يكونوا بس مش راضيين يقولوا ان هم كسبوا من ورا الفلوس دي، لان طبعا من ورا التوجه ده، لان طبعا السستينابيلتي انا بريديوس المشاكل، يعني بريديوس مشاكلي، فاكيد هاجي من وراها فلوس، هقلل استخدامي للغاز، هقلل استخدامي للطاقه، هقلل استخدامي للبلاستيك. طب ما كل دي حاجات انا بستخدمها كنت بدفع فيها فلوس، يعني بضر البيئه وبدفع فلوس، فاكيد هكسب في نهايه اليوم. هو بيقول لك ايه، الشركات بتعمل الكلام ده فور ذا سيك كمان اوف ايه؟ اوف بروفيت، مش بس فور دو جودر. طيب sustainability احنا لسه في اخر بقى سلايد فيها. طيب بيبدا بقى يكلمك عن البيزنس موديل، السستينبل بيزنس موديل، و اول حاجه بيقول لك التريبل بوتوم لاين اورينتيشن ريفيرز تو بزنس ستراتيجيز ذات سترايف تو ماكسمايز ريتيرن ان 3 ways، الفاينانشال بوتوم لاين والسوشيال بوتوم لاين والانفايرمنتال بوتوم لاين. بيقول لك في توجه جديد اسمه التريبل بوتوم لاين اورينتيشن. ايه التوجه ده؟ التوجه ثلاثي الابعاد. هو بيقول لك دي استراتيجيه الشركات بتمشي فيها في 3 اتجاهات. الفاينانشال بوتوم لاين ان هو بروفايد بروفيتس تو ستيك هولدرز، انا شركه عايزه في النهايه اكسب، فانا عايزه بروفايد بروفيتس تو ستيك هولدر. السوشيال بوتوم لاين ريتيرنز بنفيتس تو ذا كوميونيتيز وير ذا اورجانيزيشن اوبريت، يبقى انا بدي فلوس للستيك هولدرز وبدي بنفيتس مش فلوس للمجتمع اللي انا عايشه فيه. انفايرمنتال بوتوم لاين مينيمايز دامج تو ذا انفايرمنت اور ايفن امبروف ناتشرال كونديشنز، ادي اقلل الاثار المدمره على الطبيعه او احسن ايه الناتشرال كونديشن، الظروف الطبيعيه. ازاي الكلام ده؟ انا كشركه
هدفي اول حاجه اكسب فلوس عشان خاطر الستيك هولدرز بتوعي او الناس صحاب الشركه ما يقولوليش انت ضيعتي فلوس. فاول حاجه اكسبهم فلوس. طب وانا بكسبهم فلوس اعمل ايه؟ اعمل حاجتين، احاول اقلل الاثار المدمره على الكوكب زي ما انا قلت كده، اعمل حملات لتقليل الطاقه، ابدا اعمل اطلب من المهندسين بتوعي يفكروا لي في مكان جديد يقلل استخدام الطاقه، يقلل استخدام الكربون فوت برينت وهكذا. وكمان احاول اعمل بنفيتس للسوسايتي بتاعي او المكان اللي انا عايشه فيه عن طريق السي اس ار بتاعي اللي احنا قتلناه بحثا في المحاضره اللي فاتت. فبالتالي النهارده الكامبانيز بتشتغل على حاجه اسمها ايه بقى؟ التريبل بوتوم لاين اورينتيشن. ده هياخدنا بقى ايه هي السستينابيلتي؟ Sustainability is based on simple principle. Everything that we need for our survival and well-being depends either directly on or indirectly on our natural environment. يعني ايه؟ Sustainability مبنية على مبدأ بسيط قوي. أي حاجة إحنا بنحتاجها عشان نقدر نعيش، سواء السرفايفل ان احنا بس نحيا على الكوكب اللي هي الحياه حد الكفاف دي، تاكل وتشرب وتغطي نفسك بورق شجر، يعني السرفايفل هو كده، او الويل بينج نعيش بطريقه يعني ادميه، بتتوقف على ايه؟ تتوقف بطريقه مباشره او غير مباشره على الناتشرال انفايرمنت، على الطبيعه، البيئه الطبيعيه اللي حوالينا. فده معناه ان احنا كل حاجه زي كده ربنا ما قال منها خلقناكم ومنها تعودون، كل حاجه جايه من الارض ومن البيئه اللي حوالينا. طيب sustainability creates and maintains the condition under which humans and nature can exist in productive harmony that permit fulfilling the social, economic and other requirements of present and future generation. يعني إيه؟ Sustainability الاستدامة بتcreates and maintain the condition، بتخلق وبتصلح الظروف under which اللي عن طريقها الهيومن والبني آدم والطبيعة يقدروا يعيشوا في هارموني، يعني هارموني اللي هي يعني في تجانس، ذات بريمت fulfilling the social, economic and other requirements for present and future generations. بتسمح بان ال بالايه fulfilling اللي هو ايه؟ تعمل fulfilling الحاجه، معلش الكلام بيتوه مني بالعربي بصراحه. ال fulfilling يعني زي كده اللي هو اللي هو ايه؟ بحاول اجمع حلقه بصراحه. بعمل fulfilling يعني برضي او بوش اشباع، الاشباع بالظبط، اشباع السوشيال المجتمع والاقتصاد وكل الريكويرمنتس او كل الطلبات اللي احنا محتاجينها للنهارده وللاجيال القادمه. يعني باختصار السستينابيلتي ان انا احافظ واخلق ظروف تخلي البني ادمين والطبيعه تعيش بطريقه متجانسه، وفي نفس الوقت اسمح بإشباع المجتمع والاقتصاد وكل الظروف اللي حواليا بطريقة تخليني أستفيد بالحاضر من غير ما أضر المستقبل. يعني نفترض عندي نهر أشرب منه بس أخلي منه شوية للأجيال القادمة، ما دمروش، مش عشان أنا موجودة أخده كله واللي جاي بعدي يلاقي الأرض بقت صحراء. عندي أرض زراعية ما استخدمهاش بطريقة أنها بعد سنتين ثلاثة تبور لأن أنا عمالة أستهلكها، لا أستهلكها بالراحة عشان تنفعني وتنفع الأجيال اللي جاية بعدي. عامل كده، أنت عارف كده الأب اللي بيبني لنفسه بيت ويقول لك أنا عامل أساس يكفي ولادي ولاد ولادي، هو ده معنى السستينابيلتي، إن أنا بص على الأجيال اللي جاية، بتعامل مع الناتشر أو الطبيعة اللي حواليا بطريقة لطيفة ما ضرهاش وأعيش معاها في تجانس وأخد منها اللي أنا عايزاه من غير ما أضر نصيب الناس اللي جايين في المستقبل. طيب some people refer to this way of thinking as cradle to cradle. The target to aim for is a product made from natural materials that is fully reusable or recyclable so that the company actually uses zero resources to make it. يعني
يعني بيقول لك ان بعض الناس شايفين الطريقه دي ان انا بستخدم المواد الطبيعيه من الطبيعه، والمواد دي تبقى 100% هيتم تحليلها وعادتها تاني للطبيعه، فانا في الحاله دي مبقاش استخدمت حاجه، ما انا استخدمت حاجه هتتحلل ترجع تاني للطبيعه، فانا كده يبقى لا ضريت ولا انضريت. فده معنى السستينابيلتي بالنسبه لبعض الناس. That is a tough goal, but many organizations work hard to get as close to it as they can. طبعا ده حاجة مش سهلة إن أنا أستخدم منتجات 100% طبيعية، 100% قابلة للتحليل، 100% قابلة لإعادة التدوير. ده طبعا ده حاجة صعبة جدا. And consumers increasingly take notice. Many of us are much more mindful of these issues when we shop and when we make decisions about the food we eat, the clothes we wear, the building in which we live and work, and the cars we drive. يعني ايه؟ بيقول لك الشركات بتسعى جاهدة انها توصل للموضوع ده، ان احنا ننتج منتجات قابلة للتحلل وترجع تاني للتربة، بس طبعا محدش بيقدر يوصل لها 100%. لكن الكاستمر قاعد بياخد علينا ملاحظات، لان الكاستمرز بقى مهتم جدا بالموضوع ده. فبالتالي ناس كتيرة ما بتاخد قرارات الشراء هتلبس ايه وتاكل ايه وتركب عربيات شكلها ايه وتعيش في مساكن شكلها ايه، بتبص كويس قوي على السستينابيلتي، يا ترى الحاجات دي سستينبل ولا لا، يا ترى الحاجات دي مصنوعة من ريسايكلينج ماتيريالز ولا لا، يا ترى الحاجات دي لما نيجي نعمل ديسبوز ليها نتخلص منها في المستقبل هتأثر على الكوكب ولا لا، يا ترى الحاجات دي بتقلل في استخدام الطاقة ولا لا. في طالع دلوقتي في كل الأجهزة الكهربائية غسالات موفرة للطاقة، عربيات موفرة للطاقة، عشان الناس الكاستمرز اللي من النوع ده يلاقوا المنتجات بتاعتهم. The consumers focus on personal health is merging with a growing interest in global health. الكونسيومر اللي بيركز على صحته هو الشخصية مركز تمام على صحة الجلوبال، لان لو الجلوبال هيلثي انا صحتي تبقى كويسه. ما هو لو عالميا ما عندناش براكين ولا زلازل ولا مشاكل والناس كلها بتنتج اكل صحي وما عندناش مواد نوويه ولا مخلفات، هيجي لنا العيا والمرض منين؟ ما احنا هيبقى كلنا زي الفل. فصحه الجلوبال از هول بتعمل ريفليكشن او بتنطبع على صحتك انت كبني ادم. Some analysts call this new value، بيسموها ايه بقى؟ عفوا conscientious consumerism. يعني ايه conscientious consumerism؟ يعني الاستهلاك الضميري، ان الناس عندها استهلاك بتستهلك بضمير صاحي ان هي ما تأذيش الكوكب اللي احنا عايشين عليه. طيب عندنا بقى تعريف اسمه green marketing and green washing. فتسمعوا عن تعريف او كلمة غسيل الأموال، ان حد يبقى عنده بيشتغل في حاجة غير قانونية وياخد الفلوس بتاعته يحطها في حاجة قانونية. الجرين ووشنج نفس القصة، بس ده الغسيل الأخضر بقى، اللي هو ايه؟ ان شركة تبقى مش مهتمة بالبيئة ولا بالتلوث ولا بالاستدامة، الكلام ده مش في دماغها، بس لما تيجي تعمل بروموشن لنفسها تتكلم على إنها إيه بقى شركة صديقة للبيئة وإنها بتعمل استدامة وهكذا. فالجرين ماركتنج والجرين ووشنج هو بيتكلم على إن الشركات اللي بتبروموت نفسها على إنها بتعمل سستينابيلتي، فهي هدفها الأساسي إنها تعمل إيه؟ إن هي تقول للكاستمرز يا كاستمرز إحنا شركات صديقة للبيئة، وإن إحنا بنستخدم الحاجات اللي خاصة بالبيئة. طب الجرين ماركتنج، الجرين ماركتنج هي بتبقى شركات فعلا مهتمة بالسستينابيلتي وبتعمل بروموشن لنفسها عن حقيقة، لكن الجرين ووشنج هي شركات بتضلل المستهلك. طيب بيقول ايه بقى؟ because sustainability and related issues such as climate change, pollution and toxic products are so persuasive, sorry, pervasive, Vassivif, pervasive, sorry, pervasive. أنا أول مرة أقرأ الكلمة دي. طيب، it is important to distinguish them. It is important to distinguish this term from another
widely used buzzword green marketing describes a strategy that involves the development and the promotion of environmentally friendly products and stressing this attribute when the manufacturer communicates with customers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بما ان كلمة sustainability هي اللي ليها علاقة بالتغير المناخي والتلوث والمنتجات السامة، لازم نفرق بينها وبين كلمة بقت باز وورد، كلمة رنانة في أذن المستهلكين اللي هي green marketing. اللي هي ايه green marketing دي؟ بتديسكرايب استراتيجي، بتشرح استراتيجية ذات انفولفز بتتضمن التطوير اند الترويج للمنتجات الصديقة للبيئة، وبتشدد على ان هذا الترويج يتم من المصنع للكاستمر عشان الكاستمر يشتري المنتجات دي. طيب also some specialized companies such as Seventh Generation have successfully built a following around their green products. This strategy has not fared well in recent years. طب there still is demand for environmentally friendly products. US consumers spend more than 40 billion a year on يعني ايه بقى؟ رغم ان في شركات كتيرة اشتغلت في الجرين برودكتس، لكن المجتمع الأمريكاني عنده ديماند عالي جدا على الانفايرمنتلي فريندلي برودكتس، خصوصا ان هذا الطلب بيتزايد سنة عن سنة. السنة دي في 40 بليون دولار اتصرفوا على منتجات صديقة للبيئة المستهلكين اشتروها فور ايه؟ فور زيم فور اي. طبعا الرقم ده كل سنه بيزيد وبيتضاعف. طيب why would this be؟ ده بيحصل ليه؟ We know that consumers increasingly pay more attention to environmental issue. احنا عارفين ان الكونسيومرز مهتمين جدا بالانفايرمنتال ايشو، بالحاجات اللي خاصه بالطبيعه. And may even say they will pay more for products that manufacturers produce under ethical conditions. يعني هم كمان بيقولوا ان هم عندهم استعداد يدفعوا اكتر من المفروض يدفعوا للمصنعين اللي هيصنعوا products under ethical conditions، تحت ظروف اخلاقيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو مش كمان مهتم بانه اشتري حاجات صديقة للبيئة، ده بيقول لك كمان لو انت هتدفعني اكتر عشان تشتغل بطريقة أخلاقية، والطريقة الأخلاقية يعني ما تشغلش الأطفال، اعمل هيومن ورك بليس، اعمل أماكن آدمية لشغل الناس، بلاش تستخدم مواد كيميائية ضارة بالموظفين أو العمال أو البيئة، عيش بطريقة أخلاقية. فاكرين الإيثيكال بيزنس إز أ جود بيزنس أهي. فبيقول لك الناس بره عندهم استعداد يعملوا ده. In one typical study, the researchers gave subjects a description of coffee company that either used or didn't use fair trade principles to buy its beans. يعني ايه الكلام ده؟ في دراسة الباحثين قالوا للناس قولوا لنا رأيكم، لو الشركة بتاعت القهوة اللي بتشربوا منها اشترت الحبوب البن بطريقة أخلاقية أو بطريقة غير أخلاقية، لقوا إيه بقى؟ نتيجة الدراسة يعني they found that participants were willing to pay an additional 1.40 dollar for a pound of the coffee if it was ethically sourced and were negative about the company if it didn't adhere to these principles. يعني إيه؟ لأن نتيجة الدراسة إنه لقوا إن المستهلكين عندهم استعداد يدفعوا دولار و40 سنت زيادة لكل جنيه، يعني مثلا القهوة بجنيه مستعد يدفع فيها 2 جنيه و40 سنت عشان خاطر تبقى ethically sourced، جاية بطريقة ethically، البن مش مسروق أو مش متاخد من مزارع مش شغالين فيها أطفال، أو مش متاخد من مزارع مش شغالين فيها مثلا ستات حوامل قربت تولد أو هكذا، أو في human work place.
وان هم بيحسوا باحساس سلبي تجاه الشركات اللي هي ما بتشتغلش بطريقه ايثيكال او بطريقه اخلاقيه. The study obtained similar results for shirts that were made with organic cotton. عملوا نفس الاستادي دي على التيشيرتس القمصان اللي هي معموله من قطن اورجانيك، لقوا برضو نفس القصه، الكاستمر عايز يدفع اكتر حتى لو عشان خاطر ياخد الحاجه بطريقه اخلاقيه. خلينا على learning objective 4 اللي هو consumer behavior can be harmful to individual and to society. امتى يكون الكونسيومر بيهيفير مضر للبني ادمين وللمجتمع؟ طيب الدارك سايد اوف كونسيومر بيهيفير، الجانب الاسود من سلوك المستهلك. A few years ago a crowd assembled for a big holiday sale at Walmart store in New York. When the doors opened the crowd trampled a temporary worker to death as people rushed to grab discount merchandise off the store shelves. يعني ايه الكلام ده؟ في عطلة من عطل نهاية الأسبوع، وول مارت عمل ديسكاونت كبير، فالناس كانت واقفة قدام المحل عشان خاطر أول ما المحل يفتح الناس تدخل جري تاخد البرودكتس اللي عليها ديسكاونت من على الرفوف، وهم بيتدافعوا داسوا على العامل اللي كان واقف على البوابة موتوا ودخلوا راحوا خدوا البضاعة من على الشلفز وكسروا كمان الشلفز من كتر التدافع، كسروا الرفوف من كتر التدافع. فده بيبين لنا قد ايه الكونسيومر بيهافير هارمفول، عشان خاطر لقوا ديسكاونت قتلوا واحد وكسروا المحل. طيب ايه كمان؟ قال لك الوس وود فيلد، الراجل كان بيدافع اون بيهاف اوف ذا مانز سيرفايفرز كليم ذات، الراجل كان بيدافع على الراجل اللي مات المحامي بتاعه. يعني قال لك ايه؟ In addition to providing an adequate security, the retailer engaged in a specific marketing and advertising technique to specifically attract a large crowd and create an environment of frenzy and mayhem. يعني ايه الكلام ده؟ المحامي قال لك ايه؟ هي المشكلة بس مش ان الناس تدفعت، ولا ان هم ما كانوش حاطين سيكيورتي كفاية امن زيادة على باب المحل عشان خاطر ما يحصلش اللي حصل. قالك ده كان مقصود، يعني اللي حصل مش ان الكاستمر هم اللي هرموا. قالك لا، ده هم استخدموا تكنيك في التسويق يخلي الناس متدافعة على الابواب قاعدة مستنية فترة طويلة قدام الباب عشان لما يتفتح يدخلوا هجوم كده، عشان يدي احساس ان الشركه دي او المكان ده بيدي ديسكاونت كبير في اتراكت مور كونسيومر. طيب الحكايه دي انا شفتها بعينيا في البلاك فرايداي. في البلاك فرايداي مثلا تلاقي الموز الكبيره توقف الناس قدام المحل فترات طويله قوي، المحل جوه فاضي بس هو عايز يعمل زحمه قدام المحل. ليه؟ ما الزحمه دي بتبين ان انا يعني بضاعتي ما حصلتش والناس عليا يعني بالضرب، فالناس تيجي اكتر، يحسوا بقى ان بالجوع بيوزعوا حاجه ببلاش يعني، فيا اتراكت مور كاستمرز. اللي يقع يقع واللي يداس عليه يداس، مش شغلته، مش فارق معاه، هو فارق معاه صورته. فده الدارك سايد اوف كونسيومر بيهيفير، ان هو استخدم استراتيجي تعمل فوضى ممكن ادت لقتل واحد ملوش ذنب عشان خاطر ايه؟ يماركت لنفسه. طيب ادكتيف كونسبشن من الحاجات برضو اللي هي هارمفول في الكونسيومر بيهيفير، الاستهلاك اللي بيوصل لحد الادمان. A woman in New Zealand apparently died from drinking too much Coca-Cola. ست ماتت بسبب انها بتشرب Coca-Cola. ليه؟ هي شربت قد ايه؟ Her family said she drank about 2.2 gallons of beverage every day. بتشرب تقريبا يوميا 2.2 جردلين gallons of من الحاجة الساقعة كل يوم. Prior to her death, قبل ما تموت, she had several rotten teeth removed. شالت أكتر من مرة أسنان متعفنة بسبب الكوكولا عملها لها هشاشة عظام. And she gave birth to a baby who was born without any tooth enamel. خلفت طفل ما عندوش مينا أسنان، طفل يعني من غير سنان. فأنتوا متخيلين حجم الـ adaptive consumption، لحد ممكن يستهلك حاجة بطريقة مرضية توصل لحد الإدمان لدرجة إنها ماتت جابت بيبي معاق، ده غير إن هي وهي عايشة كمان شالوا كل أسنانها. طيب
consumer addiction is physiological and psychological dependency. هي ظاهرة فسيولوجية وسيكولوجية بتعتمد على البرودكت أو السيرفيس، تعتمد على المنتجات والخدمات. Many companies profit from selling addictive products or from selling solutions of kicking a bad habit. شركات كتيرة جدا بتكسب من وراء ان عارفة ان في ناس عندها addictive products، عندها ادمان لبعض المنتجات، او بتدي بتكون سبب في اعداد ضرر، زي شركات السجاير كده. هي بتكسب من ايه؟ من الناس اللي بيجيلها كانسر. هو السجاير بتجيب كانسر، فهي كسبانه من باد هابت. البيبسي، الكوكاكولا، الشركات دي عارفه انها عاده سيئه وفي ناس ما بتعرفش تعيش من غير ما تشرب الحاجات دي. طيب الكومبالسيف كونسبشن بقى، الاستهلاك القهري. Some consumers take the expression porn to shop quite literally. في ناس فعلا عندها الاكسبريشن بتاع ولد ليشتري، هو بيشتري ليل ونهار، عنده استهلاك قهري. ليه بقى؟ they shop because they are compelled to do so rather than because shopping is pleasurable or functional task. هو بيشتري لان هو حاسس ان هو عنده اضطرار قهري للشراء، غير ان هو بيشتري عشان الشراء ده متعه. في ناس بتشتري عشان هي متعه او لان هو محتاج يشتري الحاجات. compulsive consumption refers to repetitive and often excessive shopping performed as anti-dote or tension and anxiety depression or boredom. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها الاستهلاك القهري ده بيشتروا بطريقه مكرره جدا، وبيشتروا لان هم بيبقوا عايزين يخرجوا من حاله القلق او التنشنه او الاكتئاب او الاحساس بالملل بان هم ينزلوا يشتروا. فكل ما يحس بالاكتئاب يشتري، كل ما يحس بالملل يشتري، كل ما يحس بالزهق يشتري، وهكذا. شوبهوليكس. الشوبهوليكس ده عباره عن ايه؟ turn the shopping much the way addicted people turn to drugs or alcohol. زي كده بيقول لك ده مدمن مخدرات او الكحول، هو بقى مدمن شوبينج. One man diagnosed with compulsive shopping disorder. بقى كمان لي اسم في الطب، compulsive shopping disorder CSD. Bought more than 2000 varnishes and never used any of them. في واحد مصنف ان عنده الموضوع ده، اشترى 2000 مفتاح ما استخدمش واحد منهم. مش عارفه هو كان بيحب المفاتيح في ايه، بس اشترى 2000 مفتاح. Therapists reported that women clinically diagnosed with CSD outnumber men by 4 to 1. الستات الحمد لله عندنا قابليه ان احنا نبقى عيانين بالسي اس دي، ان احنا عندنا شوب اهوليكس 4 مرات بالنسبه للرجاله. يعني لو في 4 ستات وراجل، الاربع ستات يحصل لهم ده، قدامنا راجل واحد بس يحصل له ده. احنا على طول بنحب الشوبينج طبعا. ف they speculate that women are attracted to items such as clothes and cosmetics to enhance their interpersonal relationships, whereas men tend to focus on gadgetry tools and guns to achieve a sense of power. قال لك بقى اصل الستات بتحب اللبس والمكياج والكوزماتكس والحاجات دي عشان ده حاجات ليها علاقه بشخصيتها كواحده ست عايزه تبقى شكلها حلو، بتدور على الجمال. الرجاله بقى بتحب الحاجات اللي خاصه بالجانز والتولز اللي بتديها قوه عشان تحس بايه؟ ان هم مسيطرين وكده. يعني كل واحد فيهم بيدور على حاجه، بس الستات اعلى من الرجاله في الموضوع ده 4 مرات. طيب consumers are people who are used or exploited. يعني ايه used or exploited؟ يعني مثلا انا اجيب اطفال من الشوارع، اخدهم اصورهم واحط صورهم غصب عنهم واديهم قصاد ده مثلا اكل او هدوم. اخد واحده ست اصورها وهي بتشحت مثلا، او هي بتاخد الناس اللي بتاخد كراتين رمضان دي ويصوروها في الجمعيات الخيريه، يقولوا لها عشان تاخدي كراتين يصورك، والموضوع ده مهم جدا ليها. فده الكونسيومد كونسيومرز، ان انا اخد ان انا يعني
استهلك الكونسيومرز بتوعي وان انا اهانهم قصاد ان انا يعني ايه استخدمهم في حاجات. الاكزامبلز ايه؟ organ, blood and hair donors. In the United States, millions of people sell their blood. في ملايين من الناس بيبيعوا دمهم. ليه؟ محتاجين فلوس فبيبيعوا دمهم. Lively market also exists for organs. في ماركت حي للأعضاء. في ناس بتبيع الكلى بتاعتها. Kidneys and some women sell their hair to be made into wigs. في ناس بتبيع شعرها. في ستات بتبيع شعرها. في ناس بتبيع الكليه بتاعتها. بيدنج فور هيومن كيدني اون اي باي وينت تو مور ذان 5.7 مليون بيفور ذا كامباني اندد ذا اوكشن. يعني ايه؟ يعني حصل مزاد علني على اي باي على كليه بني ادم. وصل المزاد لحد 5.7 مليون. وبيقول لك it's illegal to sell human organs online at least so far. بيقول لك هو لحد دلوقتي الله اعلم كمان شويه ايه اللي هيحصل illegal ان احنا يعني ان يتم بيع ال human organs online. طبعا في من الحالات دي كتير ان ناس بتبيع اعضائها اونلاين، ناس بتبيع ولادها اونلاين. في حاجات من دي بتحصل كتير جدا. ده كلها consumed consumers ان هم بيتم استغلال الكونسيومر اسوأ استغلال ممكن. بنستغلهم في يتم استغلالهم ان هم شركه عايزه تسوق لاعمالها الخيريه فتصور الناس اللي بتاخد منهم فلوس او مساعدات والناس دي يتم اهانتهم بشده. اطفال يتم تصويرهم غصب عنهم او بارادتهم وهكذا عشان خاطر مثلا نيدي تشايلد محتاج اكل او شرب فيديله الاكل او شرب يصوروه او يستخدموه في اعلاناتهم. ففي حاجات كتيره جدا من الحاجات دي. هو انا ده جبت ابسط اكزامبل موجود في الكتاب لان في اكزامبلز متعبه نفسيا جدا انا ما حبيتش انكد علينا يعني. بس في على مستوى العالم حاجات كتيره جدا بتحصل من الكونسيومد كونسيومرز. بكده احنا خلصنا ايه بقى؟ احنا خدنا بارت 2 في ليرنينج اوبجكتيف 3 ان شابتر 2. خدنا الكونسيومر بيهافير امباكتس دايركتلي اون ميجر بابليك بوليسي ايشوز ذات كونفرونت اور سوسايتي. ازاي ان الكونسيومر بيهافير بيأثر في حاجات اخرى في السوسايتي بتاعتنا. واتكلمنا عن الماركت اكسس ازاي احنا محظوظين جدا ان احنا بنقدر ندخل الماركت وبنقدر نختار البرودكت والسيرفيس ان احنا عندنا الانفورميشن. واتكلمنا ازاي غيرنا عنده مشاكل كبيرة جدا في الموضوع ده. ازاي الناس قاعدين في مناطق نائية ما عندهمش source of information. ازاي في مجتمعات بتمنع الرجال او بتمنع الستات من اقتناء بعض البرودكت او السيرفيس. ازاي بعض المجتمعات ما عندهاش فلوس اصلا عشان خاطر الناس تشتري زي مثلا المبيعات اللي موجوده في بعض دول افريقيا مثلا. الدول ما فيهاش ما عندهاش فلوس كفايه ان يجي لها البرودكت او السيرفيس. أو مثلا الكوارث اللي بتحصل فالسكان كلهم حتى تبقى دولة غنية جدا بس تحصل كارثة طبيعية لا قدر الله فالسكان يتمنعوا يبقى عندهم برودكت معينة يبقى عندهم نقص في الأكل أو في الشرب أو في الأدوية وهكذا. إزاي ناس عندها بعض الديسابيليتي إنها تعيقها من إن هي تروح تشتري البرودكت أو السيرفيس بنفسها. فلقينا إن ممكن يبقى عندنا حاجات كتيرة تعيقنا لإننا نشتري البرودكت والسيرفيس. فلو احنا الحمد لله عندنا هذه القدرات فيجب ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم. يعني كمان اتكلمنا على الليترسي على الثقافه. قلنا الميديا ليترسي الثقافه الاعلاميه انك يبقى عندك القدره على التمييز بين الاعلان الاعلانات او المسجز اللي بتوصل لك سواء عن طريق الاعلانات المرئيه او المسموعه او المطبوعه انك تقدر تعرف مصدر المعلومه أو حتى تتبع مصدر المعلومة إنك تقدر تحلل المعلومة تقدر تقيم المعلومة تقدر تعرف إيه الصح وإيه الغلط من اللي بيحصل. وعندنا حاجة اسمها الفانكشنلي الليترت اللي هو الناس اللي عندها أمية وظيفية. واتكلمنا إن الأمية الوظيفية ممكن يكون هو ما يقدرش يقرأ ويكتب أو بيعرف يقرأ ويكتب بس ما عندوش القدرة على إن هو يقرأ نيوز بيبر أو إن هو يقرأ نشرة أدوية اللي موجودة على علبة الدواء بتاعته أو وتكلمنا ان ازاي ده ممكن يعوقه وازاي هو يحس بالخجل ان هو بيتعامل مع الناس ان هو حتى ممكن ما يفصحش ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب من كتر ما هو حاسس بالخجل وانه حاسس بالضعف بسبب الموضوع ده وان ده ممكن يخليه عرضه
انه يتم تضليله وغشه، لان هو مش عارف يقدر يوصل للمعلومه الخاصه بالبرودكت او السيرفيس، او حتى يقدر يقارن بين الاسعار البديله. اتكلمنا على السستينابيلتي والانفايرمنتال ستيوردشيب، واتكلمنا يعني ايه سستينابيلتي، يعني ايه استدامه، ويعني ايه المشاكل الخاصه بالبيئه، واتكلمنا يعني ايه جرين ماركتنج، يعني ايه المنتجات الصديقه للبيئه، واتكلمنا يعني ايه جرين واشنج، وقلنا جرين واشنج كده زي غسيل الاموال، بس ده الغسيل الاخضر اللي الشركه بتحاول تصنف نفسها انها شركه بتهتم بالسستينابيلتي وبتعمل منتجات صديقه للبيئه، هي ما بتعملش كده بس عشان تضلل الايه الكاستمر وتخليه يشتري منتجاتها، لان هي عارفه ان الكاستمر مهتم جدا بده. والحمد لله خلصنا كده ليرنينج اوبجكتيف 3 ودخلنا على ليرنينج اوبجكتيف 4، وده اخر ليرنينج اوبجكتيف في شابتر 2. اتكلمنا بقى ايه الدارك سايد بتاع الكونسيومر بيهيفير، ايه الوش السيء بتاع الكونسيومر بيهيفير. اتكلمنا على الشركات اللي ممكن تستخدم الزحمه والفوضى انها تعبر على قد ايه البرودكتس بتاعتها مطلوبه، والناس بتقطع شرايينها عشان تشتري برودكت او السيرفيس ده، وقد ايه هي ممكن وصلت انها في واحد مات مقتول ان الكاستمرز عدوا عليه وقتلوه وهم بيتدافعوا عشان يشتروا برودكت او سيرفيس، وان دي بتحصل كتير قوي، الحوادث دي بتبقى مقصوده. اتكلمنا على الادابتيف كونسبشن، ان الناس اللي هي بتبقى بتشتري برودكت او سيرفيس بطريقه الادمان، والست اللي ماتت لانها بتشرب جردلين كوكاكولا يوميا وخلفت طفل من غير ميناء اسنان. واتكلمنا عن compulsive consumption، الاستهلاك القهري اللي الناس بتشتري فيه البرودكت او السيرفيس مش بغرض ان هم بيحبوا يشتروا او حتى بغرض ان هم محتاجينها، لا، لان هم متوترين او عندهم اكتئاب او زهقانين فبينزلوا يشتروا وخلاص. واتكلمنا على الكونسيومد كونسيومرز، دي اخطر حاجه، عن استهلاك البشر واستغلالهم في الاعلانات او في التربح او في بيع اعضائهم، طبعا ده فيري دارك سايد اوف كونسيومر بيهيفير. بكده نكون خلصنا محاضره النهارده، ان شاء الله اشوفكم المره الجايه في اخر محاضره، اشوفكم على خير باذن الله،